عمر السومة يحاول أن يلعب كرة بينية، كرة طولية إلى الأمام، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، كرة عرضية، جول لأهلي جدة. بدون أي فلسفة أمام المرمى يتمكن من التسجيل. نتابع المباراة والنتيجة الآن هدف مقابل لا شيء. بكل قوة بكل إصرار يواصل المشوار. الهدف الوحيد في المباراة كان هو الحاسم للنتيجة في نهايتها. النتيجة 1-0. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، المقهوي يمر يلعب كرة بينية. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. تلعب الكرة إلى الأمام، الكرة ملعوبة من مسافة، لمسة بينية، يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. كرة خطيرة على اليسار، يفقد توازنه، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. مانزوكيتش، الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. عمر السومة، انطلاقة خطيرة، احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. كرة ملعوبة إلى عمر السومة، قراءة ممتازة من الدفاع، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. مانزوكيتش يلعب كرة طويلة، يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول. شكر خاص للمهاجمين بعد التوصل إلى التسجيل قبل نهاية الشوط الأول. ثناء كذلك لأداء لاعبي خط الوسط، هم اللي يقدموا الهدايا. استعد مشاهدينا الكرام لشوط المباراة الثاني. هدف يبعثر أوراق المجموعة، يحاول تمريرها من بين المدافعين، وتخرج الكرة إلى رمية جانبية.
وانطلاق الأول كرة بهذه الصورة بدون أي خطورة تذكر على مرمى الفريق الخصم، طالما بعيد عن الأهداف فكانوا لم تفعل شيء. وينجح في استعادة الكرة سريعا المقهوي، يحاول أن يلعب كرة بينية، كرة عمر السومة، كرة كانت قريبة جدا على أعتاب المرمى تقريبا ولكنها في الأخير ضاعت. ضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، قد تكون هذه فرصته. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يلعب كرة على اليسار. كرة طويلة للأمام، مهدي بن عطية، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. فاتت ومرت وصلت إلى، ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة مرة أخرى، حارس كبير يثبت أنه حارس كألف. إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. يلعب كرة طويلة، عمر السومة، عمر السومة يلعب كرة للجانب الأيمن، كانت خطيرة، دفاع رائع اليوم. ينطلق إلى الأمام بسرعة، يمر ويلعب كرة بينية، خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. وستكون هنا رمية تماس، يتوقف اللعب الآن، سيتم إجراء تغيير. وتأكل قوي، أداء دفاع قوي جدا هذا اليوم. مرت الكرة بشكل جميل، نجحوا في تخليص كل الكرات. عرضية داخل ال 18، تحرك جميل بالكرة، ينجح في المرور، هذه فرصة خطيرة، يحتسب الحكم ركلة حرة. أظن أن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. يلعب كرة بينية، يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء. يا إلهي، هدف النيران الصديقة، والآن وقت إجراء تغيير مع توقف اللعب. سجلوا الهدف،
وهكذا نصل وإياكم إلى نهاية المباراة. شيء غير عادي يا جماعة، شيء غير عادي ما شاهدناه اليوم. أداء كبير جدا من الفريق، من المجموعة، من المدرب، المشجعين الحاضرين أعتقد أنهم كانوا بسعادة كبيرة بهذا العرض. هل تعرف ماذا يعني أن تشاهد مباراة لا تحب أن تنتهي مثل هذه اللقاءات؟ بالتأكيد لا نحب نهايتها، كانت رائعة بكل تفاصيلها، بإثارتها، بروعتها، بمتعتها، ونحب أنها تستمر لوقت أطول. الصافرة من الحكم أنهت مباراة للتاريخ مع نهاية البث المباشر لهذه المباراة. أشكركم على حسن المتابعة، على أمل أن ألتقيكم قريبا في مباريات قادمة.